يا هلا وغلا فيكم يا جماعة. أول خبر، أول إشي حلو، وصلنا 75,000، ضلنا شوي لل 100,000، يعني الحمد لله هالإشي أنا مبسوط فيه كثير. وشغلة تانية يا جماعة، الفيديوهات حتتنوع، حاسة الفيديوهات حتتنوع كيف يعني؟ إنه اليوم مثلا في فيديو، بكرة في فيديو، بعديه في فيديو، وغالبا كمان بعديه وبعديه في فيديو، لهالدرجة في تحدي تبع شهر 10 حنزل 15 فيديو حنزل بشهر 10 يا جماعة. والله اني مبسوط الحمد لله، يعني حنبلش رحلة كثير صعبة بس حتكون حلوة، يعني ضلنا شوي 100,000. فيلا يا جماعة نبلش، خلينا نبلش الفيديو تبع اليوم، يلا ليتس جو. طيب يا جماعة، اليوم حكي عن حب الطفولة، حكي عن حب المراهقة، حكي عن حبي هسه كله لهالبني آدمة هاي. والله يا جماعة نزلت لها بوست من 2009، هاي شوفوا 2009 منزلها إياه، يعني هذا الوقت كنت اوجيكم الصور، كنت انزلها بهذا الوقت عشان تشوفوا، يعني واضح انه ما بعرف مصلحتي بهالصور، يعني واضح، يعني من 2009 لهسه وانا كل شوي بحبها اكثر. يا جماعه بتجنن، اغانيها حلوه، يعني حلوه، هي حلوه كثير والله. كثير حلوه يا جماعه. فالمهم، فانا هاي هسه كسرت قلبي، والله كسرت قلبي. هذا الفيديو انتقاد لايش هي عملته، ايش بصراحه مو حلو بحقنا، مو حلو بحق اي بني ادم مسلم على الكره الارضيه. من هسه احكي لكم اياه، هسه بدايه خلينا ابلشكم البدايه. ريان وقفت غنى لكم من سنه، تمام، فتحت شركتين، واحده اسمها فانتي بيوتي، هاي للميك اب والقصص زي هيك، واحده اسمها سفاج اكس. سفاج اكس هاي للقطع كيف تحكيها بطريقة محترمة؟ للأشياء المش منيحة، الأواعي المش منيحة، للأواعي الداخلية. طيب تعرفوا فيكتوريا سيكرت؟ خلص هم نفسهم، هم المنافس تبع فيكتوريا سيكرت، تمام؟ فسفاج اكس هاي شو بتعمل؟ بتعمل حفلة كل سنة بتجيب فيها عارضات أزياء وعارضين أزياء، بيعرضوا الأشياء هدول ببيعوهم، تمام؟ كيف الواحد بيحكي الأشياء اللي ببيعوهم بطريقة محترمة؟ اللي تحت الأواعي، الأواعي اللي تحت لا، القطعتين تحت الأواعي. لا عادي عادي يا جماعة، ما مش متوتر، مش متوتر عادي، بس بحكي، بحاول افهمكم شو القصة. هسا في السنة هاي شو عملت هي؟ في مشهد هسا بحط لكم اياه. هذا المشهد حطت حديث بتغنى مع موسيقى وكل شيء. حديث فيه بيحكي عن يوم القيامة، بيحكي عن يوم الحساب، بيحكي عن اشياء يعني بصراحة حساس. وهسه بيجي واحد بيحكي طب هي مش هي اللي عملته، مش هي يمكن اللي كانت منتجة الاغاني، مش هي نقت الاغاني واشياء زي هيك. هسه انا حسب تحريات اللي عملتها، مش هي اللي حطت الاغاني بالحفله هاي كلها، فتمام. في وحده اسمها باريس اللي كتبت لها بوست على الانستغرام، حكت انه هي اختارت الاغاني، بس وجهه نظري. هسه لما انا مثلا عندي فيديوهات على يوتيوب، بجيب واحد منتج يمنتج لي فيديوهاتي، لما هو يغلط فيديو لي بيطلع غلط، بهين دوله معينه، بهين ديانه معينه، الغلط ما بحكي من المنتج، لا بحكي مني انا، الغلط مني، ما بصير اتحمل الغلط لحد ثاني، خلص ريانه هي هاي المنتج تبعها، الحفله باسمها، فالغلط عليها هي بكل بساطه. وصارت الشغله يا جماعه معها ب 2013، راحت على مسجد ابو ظبي وانطرطت منه، طلعوه حكوا لي يلا اسحب حالك من هناك، انت ما بصير تصور هيك صور هناك. ايش بصراحه ما كان حلو بحقنا وسكتنا عنه وقتها، بس هاي ثاني تصرف لها، غير انه فانتي بيوتي الشركه الثانيه لها تبعت الميك اب بتحط صور محجبات هناك، فانت بصير تحكون هي طيب بتحط صور محجبات. بس انا مش عاجبني شغله واحده، الصور الثانيه الموجودين على البيج نفسها تبعت فانتي بيوتي، في صور لبنات يعني كثير مش لابسات، زياده مش لابسات، يعني لدرجه انا مش عارف اذا بقدر احطهم هون ولا لا، تمام. وبنفس هاي الصفحه فيها صور محجبات، فما بزبط تعمل ميكس صور هيك وصور هيك. طيب يا جماعه، فالحمد لله العالم كبست معه، حتى بفرنسا ترندنج نمبر 1 على تويتر، تخيلوا فرنسا كامله ترندنج نمبر 1، بيحكوا ريهانا كانسلد، يعني خلص انه انهوها، خلص الغوها من حياتكم، اي واحد كان يحبها ما يحبها. فانا بنتقد التصرفات، لانه الموضوع من زمان صاير، من 2013، وهي طردوها من مسجد ابو ظبي، حكوا لها هالشيء ما بصير تعمليه هناك، ونزلت الصور عندها على الانستغرام وعلى الفيسبوك كمان، ونشرتها للعالم كله، فهذا يعني انه هي مش مهتمه لمشاعرنا احنا، ولا فارقه معها. فانا مثلا والله انا يمكن اكثر ممثل، اكثر مغني، اكثر حد بحبه جد من انا صغير لهسه، وحتى على الانستغرام عندي انا بس عامل فولو لها، بس هي الوحيده، وهسه حستخل انفولو، فانا انكسر قلبي. انا هسه حاليا قلبي يعني نصين، بس مش مشكله، بس اوصل 100,000 برجع بلتحت. طيب يا جماعه، انا سالتكم على 100,000 شو بدكم نعمل؟ يعني على 100,000 ايش يا جماعه مخططكم؟ شو ايش جديد؟ تمام؟ فانتوا جاوبتوا كالاتي. طارق جبور بيحكي لي تسكر قناه لمحتواك مستهلك. مجرد رأي، يعني انا بس هيك بحكي لك، مجرد رأي،
قناتك مستهلكة، قناتك بتغذي. وجاد رأيي يا جماعة، فاهمين علي يعني؟ بيجوا اسمع بيك، بحسهم جد اللي بيجوا عندي بشيلوا أملي هيك طش بلطشوك بوكس، فأنت هيك بتبقى ايش تحكي ايش في؟ مجرد رأي بس، يعني بس انا بحكي لك وجهة نظري مع كل احترامي، خصوصا بحكي لك مع كل احترامي هذا، اعرف انه حيشل املك. طيب ماشي يا طارق جبعة، عاصي يا غالي، اصبغ شعرك برتقالي او بنفسجي وصلنا لتدفع الحج. يا جماعة بس اوصل 100,000، لو عملت زي هيك ما حوصل اكثر من 100,000، حنتهي. هون حنتهي. ابوي حكى لي يا سيد العزيز اعمل بدك اياه على اليوتيوب، اعمل بدك اياه محتوى بدك اياه، بس شغله واحده ما تصبغ الشعر، احكي لي بس انا هذا بدي اياه. فانا بدي احقق امنيه ابوي عشان انا اكمل حياتي بالبيت واصور بدي اياه ان شاء الله، بس اوصل رقم منيح اكثر اطلع من البيت يكون معي مصايب بصبغ شعري. ابوي بمزح والله، حبيبي يابا عشان ابوي بيحضر كل حلقاتي فبمزح، والله بمزح. تديم تحكي لي فيديو مع بوب لانه بتضحكوا سوا. سكاكي. كلكم ذكيين يعني، حتى لو شاب بعتلك بدي احكي له مسكاك. عشان يكون يعني ما علينا. يا لهوي ايش اليوم صار بالفيديو هذا. المهم هسه انا احكي لكم كل شيء شو حصير بعد 100,000 بس اخلص الاجوبه. طيب يا جماعه، حليم اللي اخرج اغنيه الهبد، اللي اخرج اغنيه فاعور طلعت فيها كمان اغنيه وتطلع فيها قد ما بدك، انا حعمل اسوأ اغنيه، هي وعد مني، هي وعد مني لكل اسمعوا انت انشر الموضوع بكل العالم، اسوأ اغنيه بالعالم انا حعملها، انا حتشوفوا اصبروا علي، على 600,000 بس، على 600,000 يمكن ما اطلعش فيها اصلا. لا بتطلع فيها، هيك حتصير اسوأ، حطلع فيها. طيب الاشياء اللي حتصير بعد 100,000 احكي عنها بشكل تفصيل. اول اشي فيديوهات مع مشاهير، تمام؟ في مشاهير معينين بالسوشيال ميديا حكوا لي انا اطلع معك فيديوهات، وانا حكيت لهم لا قبل 100,000، حكيت لهم انا لو اوصل 100,000 بتعبي، انا بتعبي بمجهودي مش مساعد اي حد معين، ما استعملت بالثمبنيلز اي حد، بعنوان الفيديوهات ما استعملت اي حد انا بعرفه برضه. فانا الحمد لله حاولت جد اوصل 100,000 تعبي وبدعمكم، انا بعطيكم محتوى بيستحق تدعموه وانتم بتدعموني على حسب ما تشوفوا انتم قدامكم الله. طيب في فلوجز معينين جوا مخي حعملهم، هدول حيكونوا كثير تسفيح مع ناس معينين كمان مشاهير. الشغله الثالثه حنتقد اللي بدي اياه، حنتقد حاخذ راحتي. ليش بتحكوا لي بعد ال 100,000؟ انا في ناس معينين كنت انتقدهم مش قادر انتقدهم لانهم حيجيبوا لي فيوز معتمدين على كنج انترنت، تمام؟ فانا هيك كاني اعتمدت على كنج انترنت من ابواب، فانا بديش اعمل زي هيك كنت، بس حيتغير محتوى هيك مش عارف، حسوا حيطلع اشي احلى بعد 100,000 لانه جوا مخي كثير اشياء. فانا كان هدفي من البدايه للنهايه انه اوصل للمية تعبي المجهود لحالي. طيب يا جماعه هيك انتهت الحلقه، بكره فيديو جديد، ما تنسوا الشغله حكيت لكم اياها بوست بالتعليقات، شو التعليقات خلوها عن ايش؟ مع الماضي حكينا عن البطاطا، اقسم بالله مليون الف واحد بعت لي حكى لي اسمع شو قصه البطاطا؟ ايش فيه؟ ليش عندك كل تعليقات بطاطا؟ ما حكيت ما رضيت احكي ولا حد، فكثير ناس بخف عقلهم بشوف التعليقات ما بفهموا ولا شيء وبيطلع، فاحنا هيك بدنا نعمل. حاسس شيء تافه بس حلو، ف يلا بيسمع بكره بشوفكم بكره.